مشوار الألف ميل نحو سوق العمل بيبدأ بخطوة بتحدد مؤهلاتنا وكفاءتنا لاقتناص فرصة عمل. ضمن مساحتنا الصباحية لليوم رح نسلط الضوء على مؤسسة مينتور يلي بتعنى بتقديم الخدمات والاستشارات بكل ما بيخدم الطلاب، والهدف سد الثغرة بين الحياة الأكاديمية وسوق العمل. لمعلومات أوسع واستفسارات أكثر وأجوبة وأسئلة أكيد بصيرنا نرحب بصباحنا لليوم ببلال حلاق. صباح الخير بلال، صباح اهلا الخير، وسهلا فيك. اهلا فيكي. يسعد صباحك بلال، سعد صباح صباحك. مينتور. خلينا نحكي، يعني كتير الهدف كتير كبير اللي عم تشتغل عليه، خبرنا عن آلية العمل بمؤسسة مينتور. هلا نحن تقريبا من 3 سنوات ومن 4 سنوات وقت بلشنا، كان عندنا رؤية انه اليوم نحن صار عندنا مشكلة بين الطلاب وبين سوق العمل، صار عندنا فجوة كبيرة، فصرنا نعمل شيء مثل مسح احتياجات على الأرض لنشوف هدول الطلاب اللي هن موجودين بالجامعات، أو حتى ما عم نستهدف بس فئة الطلاب الموجودين بالجامعات، في كتير فئة شباب، خلينا نقول شريحة شباب كبيرة هي موجودة ما توجهت لموضوع الجامعة أو لموضوع الدراسة، حتى هن مهنيين أو أصحاب عندهم خبرة حرف. تماما أو أصحاب حرف. فرحنا صرنا نعمل مسح احتياجات بهذا الاتجاه لنشوف هدول وين هن عندهم فجوة لنحاول نرمم لهم اياها، سواء عن طريق تدريبات او عن طريق ورشات عمل عم تكون على الارض. بلشنا بعدة مشاريع على الارض، بعدة فعاليات كنا منا شيء للطلاب اللي عم يكون لطلاب البكالوريا هو لتوجيههم لارشادهم بالاختصاصات الجامعية، وكل اختصاص شو بيروح فيه لسوق عمل، يعني شو سوق العمل تبعه، وين بياخده شهادته الأكاديمية هو اللي بياخدها، شو بتوظفه، شو ممكن يشتغل فيها، وبالإضافة لموضوع عدة ورشات لحتى لتوجيه المهنيين. هلأ رحنا لشيء هو لموضوع، خلينا نقول لموضوع التضوية، يعني نضوي أكثر على الاختصاصات المطلوبة اليوم على الأرض. في عنا عدة اختصاصات موجودة عم يكون الأكثر طلبا عليها، هذا الشيء هلأ اللي عم نركز عليه أكثر لحتى العالم تتوجه إلى تتعلمه. مثل شو الاختصاصات؟ هلأ الاختصاصات المهنية جدا مطلوبة، كنا من فترة مع عدة جهات كله عم يعاني انه هو عنده نقص بالكوادر، نقص بالكوادر، بس انه بتقولي له شو اكثر شيء، بيقول لك انا بدي العمال المهنيين اللي هن الكهربجي، البلاط وخلافه، وبالاضافه بتلاقي انه هن عندهم نقص بالخبره بالشهادات الاكاديميه، لانه اليوم نحن عندنا مشكله انه الاغلبيه سافرت، هي 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 صارت مشكله، فبتلاقي في كثير فرص عمل متاحه وبالمقابل في قليل عالم اللي عم تروح تقدم. بنستغرب انه العالم عنا دائما بتقول ما في شغل ما في شغل، من شهر لهلا عم ندور مطروح تقريبا اكثر من 900 فرصه عمل مطروحه وموجوده جاهزه ليقدموا عليها. هلا عم نشتغل على شيء، عنا الفعاليه القادمه هي حيكون فيها مجموعه يعني تدريبات، خلينا نقول بالاضافه لمجموعه شركات هي لتقديم النصح للشباب كيف يتوجهوا، وين يروحوا، شو يعملوا لحتى هن يعني يرفعوا من فرصتهم للدخول على الوظائف المتاحة اليوم الموجودة عندنا. نعم، خلينا نحكي أكثر عن الفريق وعن العمل كيف بيتم. يمكن أكيد في اختصاصات ضمن مينتور، لكل حدا له اختصاص، ويمكن خلينا نحكي كيف الواحد وقت بيقدم لعندكم إنه أنتم بترشدوه على المكان الصحيح أو الدورة الصحيحة يلي بتقوي. هلا نحن اهم شغله بالفريق عنا هو مثل ما تفضلتي متعدد اختصاصات، من كافه الاختصاصات عم نحاول يكون، ومن كافه الفئات العمريه لحتى نحسن نضل مواكبين شريحه الشباب. يعني اذا بدنا نضل نعتمد على الفئه العمريه الكبيره، نحن بعدنا عن الارض عن فئه الشباب الصغار، فما عاد نعرف شو متطلباتهم، فاجباري بده يكون معنا بالفريق مجموعه شباب صغار هن فريش بعدهم لحتى ناخذ منهم الافكار اللي نحن لازم نقدمها على الارض. فنحن عندنا اول شيء انه الفئات العمريه المختلفه، عن الاختصاصات المختلفه لحتى نحسن كمان نلبي اغلب الاحتياجات الموجوده. نحن اليوم اي حدا بيجي لعنا عندنا شيء اسمه تحديد ميول وقدرات. موضوع الميول هو بيدرس شخصيته للشاب او للصبيه المقدمه ليشوف هو شو ميوله، مثلا ميوله هندسيه
او ميوله طبيه او ميوله موسيقيه يلي هو، بعدين بنروح بنحطه بشيء اسمه اختبار قدرات. القدرات هي بالطابق قدراته الحسيه والبصريه، قدراته بالتفكير والخيال، لانه اليوم اذا هو بده يروح للهندسه فهو كثير عنده تراتبيه فكريه او منطقيه بالتفكير، فبدها تكون هي القصص هي متطابقه القدرات مع الميول لحتى هو يقدر يمشي بهذا الشيء اللي رايح عليه. اما اذا كانت القدرات تبعه ما بتناسب ميوله فلا، ما فينا نخليه يروح، يعني منوجهه لشيء ثاني تماما. ولازم يكون خريج جامعه؟ لا، موضوع الميول والقدرات هو مع اي يعني شريحه من الشباب. يعني تحديد الاختصاص لازم يكون هو لا، خريج. انت كثير بتلاقي في شباب هن عم يشتغلوا مثلا بموضوع المحاسبه بس هو مانو جامعي. هو يعني قدر يتعلم المحاسبه لانه الكاركتر تبع شخصيته او الكاريزما تبع شخصيته بتناسبه لحتى هو يتعلم هي الامور يشتغل فيها. عالم مثلا دارسين هندسه هن بس ما بيحبوها، او دارسين اعلام هو هن ما بيحبوه كمان، يعني يمكن فرض عليهم يعني المفاضلة او المجموع. تماما. كمان هون ميولهم بالعمل بيكون غير ميولهم بالدراسه. تماما. هلا بتلاقي في شباب، في شاب صديقي انا بتذكره كان هو دارس طب اسنان، هو بس تخرج راح حاول يتعلم بس هو ما لقى حاله بهذا المكان، قام راح اشتغل بشركه ادويه، صار يشتغل معهم بالمستحضرات الدوائيه وهيك قصص، ويشتغل معهم استلم فريق الماركتينج عندهم وترك القصص الطبيه وراح لموضوع الماركتينج والسيلز هيك قصص. فبتلاقي هذا التغيير اللي بيصير بالشخصيه لانه نحن ما عندنا اساس يروحوا عليه هن بدراستهم. بتلاقي واحد جمع علامات كثير، خلص يلا انا بروح بدرس اعلى اختصاص بيطلع لي هيك صح، بس هو ما بيشوف هو شو بده، هو وين، يعني هو وين بده يروح. هذا الشيء هو حيأثر عليه بموضوع حياته المستقبليه وشغله، لانه هو حيشتغل شيء هو ما حيبدع فيه. دائما في مقوله بتقول انه انت اشتغل بالشيء اللي بتحبه، واذا ما لقيت ما احسن تشتغل فيه، حب الشيء اللي عم تشتغله مشان تنجح فيه. ايه اكيد. بالعلى كمان عم يتم الاستعداد هلا لاطلاق فعاليه شغلني، خلينا نحكي عنها اكثر هيك ونضوي عليها. شغلني هلا هي عم تصير للسنه الثانيه. نحن عم نحاول نقدم افضل ما يمكن لفئه الشباب اليوم، لشريحه الشباب. اليوم من خلال الشيء اللي كنا عم نشوفه نحن على الارض، عندنا مجموعه شباب كثيره عم تروح تحضر الدورات المهنيه اللي عم تطرحها الجمعيات المنظمات وخلافه، بس هي عم تطلع ما عم تحسن تنربط مع الشركات بسوق العمل. فنحن اليوم اللي عم نحاول نعمله بعد ما شفنا الاحتياجات اللي على الارض، عم نحاول نشبك هدول الاشخاص مع الشركات لحتى هن يوجهون بالطريقة الأصح، لأنه كيف يعمل السي في تبعه، كيف يعمل مقابلة العمل الناجحة، هو شو لازم الشغلات يركز عليها بحياته، شو الدورات اللي لازم يطور عليها بكل اختصاص من الاختصاصات. يعني اليوم التنوع اللي صار معنا نحن من المشاركين خلينا نقول هو اللي حيفيد الحضور بدرجة أكبر. هذا الشيء هلا حيكون على مدى يومين بشيراتون دمشق، أربعاء وخميس، بكرة وبعد بكرة حنكون موجودين لنساعد هالشباب. بالإضافة نحن أطلقنا منصة إلكترونية، المنصة الإلكترونية هي بتفيد هالشباب لحتى نحن أول شغلة يبطلوا هي تبع هو عمل 500 نسخة تزعون، لأنه هي من أكبر الأخطاء اللي بيرتكبوها الشباب، أنه اليوم هو عمل سي في هي اللي بتروح لكل الشركات. هذا الشيء ما صح، هو لازم لكل بوزيشن بيروح بيقدم عليه بيكون له سي في معين. يعني اليوم مثلا هو شاغل بالسيلز ورايح يقدم على شركه هندسيه كحدا مثلا تكنيكال سبورت، فهو ما بيصير يحط السيلز لانه ما بيهمهم انه هو اشتغل سيلز اول، هو بيهمهم بالمجال اللي راح يقدم عليه هو شو شاغل، قديش عنده خبره او شو معه شهادات بهذا المجال. هي الشغلات اللي نحن موجودين لنساعدهم فيها. المنصه حيكون موجود فيها تعليمات، فيديوهات، نصائح، فيه كيف يعمل السي في تبعه بطريقه احترافيه، حتى فيه يصدر السي في مشان نحن نطلع من القوالب الموحده يلي موجوده على الانترنت، بفوت بياخذ قالب وبينسى انه عليها لينك الموقع تبع اللي اخذ منه القالب او ما بعرف شو،
فنحن عم نعمل لهم هي القصص عشان هن يستفيدوا منها، حتى كمان فاتحين مجال للشركات لحتى هي تطرح الشغلات يلي بتفيد هدول الشباب كمان على المنصة. لكن نحن بدنا ندعي كل الشباب يتوجهوا لإيفنت شغلني ويقدموا السيفيات، ومثل ما قلت في كتير يعني أكثر من 900 فرصة عمل بالبلد أو بحاجة ل أكثر بكتير أكثر بكتير يعني عن جد ما لازم حدا، عن جد هي دعوة من خلال الإخبارية السورية إنه ما تبقوا قاعدين بالبيت، البلد بدها شغل، البلد عم ترجع من أول وجديد وبدها همة شبابها. خلينا نحكي عن أبرز الجهات اللي عم تشبكوا معها من أجل يمكن دخول لسوق العمل، هل في وزارات، هل في جهات محددة عم تشبكوا معها؟ هلأ عم نحاول، في يعني اليوم نحن ما كتير بنحسن نشتغل مع جهات الدولة كونه هن عندهم مسابقات، بيعتمدوا نظام المسابقات أكثر، فهن بيكون عندهم يعني التوجه واضح انه هن بدهم عن طريق مسابقة بياخذوا عدد من الموظفين، بس عم نروح للقطاع الخاص كونه هو بياخذ توظيف مباشر. اليوم مثل ما قلت لك اغلب الجهات التجاريه اليوم الاقتصاديه هي عندها شواغر، بس مثلا نحن عم نشبك مع المعهد العالي للعلوم التطبيقيه لحتى نفيد طلابه بموضوع سوق العمل، عم نشبك مع النقابات مثلا مع نقابه المهن الماليه والمحاسبيه لحتى نشوف الناس اللي هي منتسبه للنقابه وما عندها فرص عمل لنوجهها لوين في اهم فرص العمل. نقابة المهندسين كنا عم نشوف كيف ممكن نعمل تعاون معهم من فترة، مشان كمان لأنه اليوم في كتير من الشركات الهندسية الكبيرة اليوم أساساً الشغل أغلبه للشركات الهندسية اللي حيصير على الأرض، فهن بحاجة كوادر كتير كبيرة. حتى عم نشوف اليد العاملة اللي مثل ما قلت لك هن المهنيين لحتى نشبكهم، لأنه كمان عم يصير إذا بتشوفي فرص العمل المطلوبة أغلبها هي عم تكون لهي الفئة المهنية لحتى هن اللي بدهم يشتغلوا بإيدهم سواء بالكهرباء أو بالإدهان أو غيره وغيراته، فبتلاقي في كتير طلب كبير وهن قلوا فعلا بهي الفترة. عم نحاول نشوف كمان مين الجهات الخاصة هي عندها أكبر قدر من فرص العمل لحتى نحن نكون عم نحسن نطرحها بشكل صحيح وتوصل لكل الفئات، لأنه اليوم كمان شريحة المهنيين هي خليني أقول لك هي بعيدة عن التكنولوجيا، فأنت بدك تحاولي توصلي لها بطريقة أو بأخرى يعني على الأرض، فعم نشوف كيف عم نشتغل معهم هدول بأفضل طريقة ممكنة. بلالة يعني من خلال شغلني واحد عرفتوا عدد الناس أو الطلاب أو الجهات اللي تقدمت لكم واشتغلت، عرفتوا العدد، عملتوا إحصائيات لحتى تطبقوا بشغلني اثنين وتستفيدوا من الأخطاء، وهل بتتابعوا مسيرة طبعا اللي بيشتغلوا بالشركات الخاصة حتى بعد ما يشتغلوا أنه بتابعوا أوضاعهم أنه هل هن نجحوا بهذا الكارير أو لا؟ هلأ نحن دائما بعد أي إيفنت بنعمل ريبورت، هذا الريبورت مشان نشوف حالنا شو أنجزنا، قديش قدمنا، شو قديش فدنا شباب أو قديش قدرنا نوصل لناس أكثر. شغلني يلي كان أول واحد هو كان فيه تقريبا حوالي 23 جهة، ل 23 جهة طرحوا بعد ما شافوا الشباب طرحوا تقريبا حوالي 750 فرصة عمل. في جهة واحدة عملت 1350 مقابلة، أنا أخذت إحصائية منهم بعد ما أخذوا الزوار وعملوا تدريباتهم عملوا 1300 مقابلة تقريبا. كان في تنوع الجهات كان مهم يلي هن أخذوا تقريبا كل الشرائح. حاليا قدرنا نغير شوي أو نزيد نوعية الجهات بناء على طلب خلينا نقول الزوار أو الشباب لحتى نحسن مثل ما قلت لك نغط يعني نكون يعني نسكر الحلقة تماما. نعم بلال، هي شغلني أو هيدي الفعالية اللي هي الثانية هل بتشمل باقي المحافظات السورية ولا هي مختصرة فقط على دمشق؟ هلأ نحن عم نحاول نتوسع بالمحافظات صراحة، شو ما عم يجينا فرص من المحافظات عم نحاول نطرحها، بس اليوم عم يكون أغلبه بدمشق يعني اليوم عم يكون التركيز بدمشق. هلأ إن شاء الله حنحاول نشتغل على حلب بالفترة القادمة،
نحن السنة الماضية اشتغلنا على دمشق وحمص وحلب، هلأ حنحاول نشتغل على حلب كمان كون رجعت الأمور ارتاحت فيها، حنحاول نشتغل على حمص كمان بالفترة القادمة، بس عم نقسمهم فترات زمنية، لأنه إذا بتشوفوا عنا على الصفحة على السوشيال ميديا دائما عم نشوف الطلب، إنه ما في باللاذقية، ما في بحمص، ما في بحلب، فعم نشوف نحن أنو المناطق يلي عم ينطرح فيها. يعني هلأ حلب راجعة بقوة للسوق العمل، للسوق، فبدنا نرجع أكيد نشوف مين عنده فرص عمل أو مين عنده فرص تدريب لحتى نحاول نطرحها. نعم أكيد، يعني إن شاء الله هيك بالتوفيق على كل المشاريع اللي عم تقوموا فيها بلال، وأكيد ده بنقول لكل الشباب إنه الفرصة بالحياة كتير نادرة، فما حدا يتردد إنه يدق الباب حتى يحقق حلمه ويحصل على الشيء اللي بده إياه. ومشكورين أنتو كمان على جهودكم بهذا المجال، شكرا لك كل وجودك معنا. شكرا، وأكيد يعني مثل هيك همة ومثل هيك يمكن قلب واحد لإعادة إعمار البلد ولحتى الكل يشتغلوا بدهم دعم كتير كبير أكيد لمنتور، لازم الدعم الدائم من كل الجهات تدعمكم، إن شاء الله. لازم الكل يفتحوا لكم أبوابكم لحتى يتم من خلالكم تأمين فرص عمل للشباب. بدي أتشكر كل الفريق، موفقين بكرة واللي بعده بيشغلني اثنين، وان شاء الله بنشوف شغلني 100 محقق النجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ميرسي بلال، شكرا لكم. شكرا لك.